نكمل سفر الجامعة. أسأل يا مريم سؤال، جاهزة يعني الأسئلة؟ لا. طب إحنا في إصحاح كام؟ 4. سفر الجامعة، ها؟ أسأل بيير لسه صاحي ولا لسه صاحين؟ لسه من أول ما ابتديت نام. طيب الجامعة في سؤال واحد، إيه الهدف من الحياة وإزاي الإنسان يعيش سعيد؟ فسفر الجامعة بيدور على السؤال ده. ابتدى الجامعة اللي هو سليمان يدور، يختبر الحكمة، المال، الشهوات، الغنى، الامتلاك، مفيش حاجة مرضية، وده حال العالم من غير المسيح. وزي ما قلت البديع بقى في سفر الجامعة انه بيحط النيجاتيف اللي بيمثله الجامعة سليمان قصد البوزيتيف اللي بيمثله الجامعة المسيح، الجامع الكل في حد. ندخل إصحاح 4 على طول. ثم رجعت ورأيت كل المظالم التي تجرى تحت الشمس، فهو ذا دموع المظلومين ولا معذي لهم، ومن يد ظالميهم قهر، أما هم فلا معذي لهم. يعني بيقول الدنيا دي ما تسواش. ليه؟ لأنه بص على ناس لقاهم مظلومين. بردك باين قلب الجامعة ده أنه قلب طيب فعلا بتاع ربنا، صعب عليه. وبعدين قال إيه؟ خلي بالك الظلم ده تحت الشمس. دموع المظلومين لا معذي لهم، ومن يد ظالميهم قهر، أما هم فلا معذي له. طبعا العالم من غير المسيح ظلم. أنا أفتكر كلمة قالها واحد أب كبير قوي للرهبان، قال لهم أنا لو ما كنتش عرفت المسيح في حياتي على الأرض وطلعت شفت ربنا كنت أقول أنت ظالم. فالرهبان استغرب، قال لهم طبعا لو ما فيش المسيح، ما عرفناش المسيح على الأرض، تبقى الدنيا دي ظلم 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 طبعا. بصوا بقى، دموع المظلومين ولا معذي لهم. طبعا الإنسان لما بيحس بالظلم دي لما لهوش المسيح هيبقى تعيس جدا. تعال بقى بص، ده النيجاتيف بتاع سليمان والنيجاتيف بتاع العالم. بص المسيح بقى أول ما جاء لك إيه؟ تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. إيه رأيك بقى؟ ما عادش العالم يظلمنا، المسيح يقول لك تعالى لي أنا أعزيك. طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وظلموكم، افرحوا لأن أجركم عظيم في السماوات. وبعدين قال في العالم سيكون لكم ضيق. ولما بيجي لنا الضيق في العالم ما بنبصلوش ان احنا مظلومين ابدا، ده احنا ان كنا نتضايق معه ها فستمجد معه، ان كنا نتألم معه نتمجد. شفت المسيح دخل ايه؟ شال الظلم من على الانسان، تستحمله تاخد بيه اكليل. جميل المسيح، وتعيس الانسان اللي ملهوش المسيح. نكمل. فلما اللي بعدها مين فغبطت انا الاموات، قلت يا بختهم بقى الاموات دول الذين قد ماتوا منذ زمان اكثر من الاحياء الذين هم عائشون بعد. لو الدنيا كلها ظلم قلت يا بخت اللي مات. مش ساعات الواحد لما يظلم كده يقول لك انا نفسي اموت او نفسي حزينه حتى الموت؟ مين قال كده المثل؟ ومين تاني؟ يونان. يونان لما اتضايق قوي وحس انه مظلوم قال لك ايه؟ موتي خير من حياتي. احنا كلنا بنقع فدي لو ما التفتناش للمسيح، كلنا بنقع فدي. طب ايه المسيح عمل ايه بقى؟ قال لك ايه؟ من اجلك نمات كل النهار، ان كنا نتالم معه سنحيا معه، ليس موت لعبيدك. المسيح مات لأجلنا وأقامنا معه. بقى حتى لما الواحد يوصل لدرجة إنه عاوز يموت لو يلتفت للمسيح يحس بالحياة جواه، وده حق صدقوني حق.
يعني جرب كده مرة تبقى متضايق بتنكد، وزي ما علمنا القديس مكاريوس قول اسم يسوع هتفرح. طيب الآية نمرة 3 ناخدهم بسرعة كده. وخير من كليهما الذي لم يولد بعد، الذي لم يرى العمل الرديء الذي عمل تحت الشمس. أحسن من دول بقى إيه؟ اللي ما تولدش خالص. دي صورة كئيبة جدا للإنسان. يعني سليمان هنا وصل لمنتهى الكآبة، يا ريتني ما كنت اتولدت ولا شفت الدنيا. طب دي بص الجديد بقى، لما واحد يموت بإرادته من أجل المسيح، زي ما كنت الآية قلتها، بولس قال من أجلك نمات كل ده، هو حيموت نفسه مش يأس ولكن شركة في ألام المسيح. طب إزاي يعني يموت نفسه؟ يا سيدي اتضع، سامح أخوك، تعال على نفسك، حط ذاتك تحت الأرض، ما بتوجع. اوعى واحد يفتكر يعني موت يعني هروح لا، يعني ايه من أجلك نمات كل النهار؟ يعني بتظلم واتضايق وافوت وسامح وادي اخويا المكان الاولانيه وانزل انا وانا اللي ليا الحق. بتضغط في النفس، اللي منكم بيعمل دي تلقاه بيتضايق في نفسه. ولكن ايه؟ من اجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. انهي احسن بقى، اللي ما اتولدش ولا اللي اتولد ويحط الاماته دي على نفسه؟ زي ما بقول لك ما تفتكرهاش حاجه بعيده، ده كل النهار احنا مطالبين ان احنا نجوز الموت، ده هي زواتنا. آية 4، ورأيت كل التعب وكل فلاح، نجاح يعني عمل، انه حسد الانسان من قريبه، وهذا ايضا باطل وقبض الريح. يعني ايه مشكلة؟ انا كنت بكلم يوم الحد على الحسد، ده مشكلة وحشة جدا جدا بتخش الإنسان. رأيت كل التعب وكل فلاح عمل أنه حسد الإنسان، يعني شاف ناس بسبب حسدها للناس عمالة تجري وتجري وتجري وهي مش فرحانة، ده بس عاوز يبقى زي أخوه أو زي التاني، فيتعب ويعرى ومش إمكانياته مش محتاجها فمتنكد. أنا هقول بس برضه قول من الأقوال، لكن يمكن يوم السبت أكمل الأقوال. القديس غريغوريوس صانع العجائب يقول إيه؟ قد أصبح واضحا لي أيضا كم هو خطير الحسد الذي يصيب إنسانا من جهة قريبه كلدغة روح شرير. رأيت أن من يقع فريسة له ويمتلئ به صدره لا يسعه إلا أن يأكل قلبه ويمزقه وتتهاوى نفسه ويبلى جسده. الحسد عامل زي السوس اللي بياخد جوه الإنسان. طبعا اوعى واحد يقول أنا ما فيهاش العادة دي، لا لا، هي في طبع البشر. خلوا بالكم مشكلة الحسد زي ما بقولك إن ما حدش يقدر يقول أنا بحسد فلان، ما بتطلعش مننا. ولكن عاوز تعرف ولا لا، تلقى واحد مثلا كل الناس بتقول عليه حاجة كويس إلا أنا شايفه وحش، على طول ده حسد. كل الناس الحسد بيعمل إنسان يشوف البار إنه شرير أو متكبر، اللي بيدي عطايا يقول عليه مصرف. فاكرين القصة دي؟ إحنا يعني في شفيع كنيستنا أنبا برآه كان راجل خير بيدي. طب الرهبان اتغاظوا منه، حسدوه، قالوا الرجل ده ايه؟ مصرف. ولا حد لغايه البطرك صدقهم وشالوا. الحسد رهيب، وبعدين بيتغطى حدش يعرفه، يعرفه الانسان فعلا لو طلب الله يكشف. الحسد خطير جدا، بقول لك هنتكلم عليه من السبت شويه بزياده. فبيقول التعب اللي يتعب عشان بيحسد التاني، ده انا بشوف ناس متنكده. وبعيد عنكم العيال في المدارس، البنات يغيروا من بعض يتنكدوا، ده فلان كلم فلان ودي ما كلمنيش. حسد بيخلي العيال في السن الصغير يمرضوا فيزيكال. ايوه استاذ كم من الاخر، صح كده.
أستاذ كمال بيقول الحسد في اللغة العربية إنه الواحد يتمنى زوال النعمة أو الخير من الآخر. هو ده الحسد في مفهوم، وعاوزها لي أنا، فبيشوف كل حلو وحش. بقول لك اوعى واحد يقول انا ماليش دعوه باللي بيتكلم عليه ابونا ده، لا، كلنا فينا، كلنا فينا وعلى كل المستويات. بس للاسف احنا لما بنكبر بنعرف نداريها. العيل وهو صغير انا وعاوز وشمعنا وشمعنا، مش كده؟ لكن احنا كبرنا مش هنقدر نقولها، لكن بنعرف نغطيها كويس. لكن نعم، الحسد يضر الحاسد أكتر مليون مرة. لا، ما بيضرش طبعا. إحنا عندنا قصص كثيرة، بس أنا قلتها. إخوات يوسف حسدوا يوسف، حصل إيه ليوسف؟ علي أوي أوي أوي، وهم دخلوا في المجاعة وفطروا في الضيق خالص. شاول حسد داود، مات وهو كبر. كثيرة الأمثلة في الكتاب المقدس، كثير. طيب، نمرة 5، الكسلان يأكل لحمه وهو طاوي يديه. يعني إيه؟ طبعا لو حسد يقعد يأكل في نفسه، يقول له كل واحد إيه عمال يغل في نفسه. الكسلان يأكل لحمه وهو طاوي يديه، يعني هياكل، هيفقر ويتاكل لحمه من هو، لأنه ما بيشتغل. طبعا جيل الإنجيل قال إيه؟ من لا يعمل لا يأكل أيضا. والمسيح قال المثل بتاع العبد الإيه؟ أيها العبد الإيه؟ الكسلان والشرير، اللي هو خد الوزنة وطمرها. الكسل بردك وحش. حفنة راحة خير من حفنتي تعب وقبض الريح. يعني طب اشتغل كتير أو يعني بدل كذلك؟ لا، حفنة يعني يد بتعمل في وقت بنعمل وفي وقت بنستريح. تشتغل كتير قوي قوي مش حلو، ما تفرحش. شغل وتستريح تفر. طبعا ده التدبير الروحاني، إن الواحد حتى في الخدمة، في ناس في الخدمة تقعد تهري 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 وتنسى إيه؟ نفسها. أشوف أنا كأن إيه يا عيني بردك مش عارف أنا أعملها هنا. جمعة العظيمة مثلا يقولك لازم نأكل الناس، يقعد يشتغل تشغل طول اليوم، ضيع الجمعة العظيمة عشان يعمل الطعمية ولا يعمل بدا. لا، بنقص. بقالنا سنين بنحاول نوصل المسج دي مش قادرين. لا، في تعب وفي راحة. طيب، نعم، 7، عدد 7. ثم عدت ورأيت باطلا تحت الشمس. انتوا واخدين بالكم احنا تحت الشمس دي الارض اللي هو من غير المسيح. المسيح بيحط اللي فوق السماء على طول. خدتوا بالكم كل السفر جميل كده. ثم عدت ورأيت باطلا تحت الشمس، يوجد واحد ولا ثاني له، وليس له ابن ولا اخ ولا نهاية لكل تعبه، ولا تشبع عينه من الغنى. فلمن يتعب أتعب أنا وأحرم نفسي الخير؟ هذا أيضا باطل وأمر رديء هو. إيه ده بقى؟ يوجد واحد ولا ثاني، دي صورة في منتهى البؤس. لما الواحد يبقى مركز حياته نفسه، شهوته، ذاته، تلقى بيخسر كل الناس. ودي أنا بشوفها، همه ذاته، يخسر الناس. أقول لكم على مثل واحد، لما تخرج معاه مثلا هو اللي عاوز يتكلم، بس بعد شوية تلقى إيه؟ ملوش صحاب. ليه؟ أيوة، ده أنا زمان اتعلمناه. قال لك إيه؟ تكلم فيما يسر محدثك. ما تقابلتوش مع ناس زي كده تمشي معاه هو عمال يكلم، ما يديكش فرصة تتكلم، ما تقولش لما الحياة بتتمركز حوالين الذات، او مثلا ايه، انا عاوز انبسط، انا واخد الناس اللي حواليا، ولا انا اللي عاوز الناس دول، تلاقيك بتخسر. هي بقول لك صوره حزينه للانسان واستعباده لشهوه نفسه.
يغتني يغتني ومش قادر يشارك حد فيه. تعال بص بقى ده تحت الشمس، جه المسيح قال ايه؟ بيعوا ما لكم واعطوا صدقة. اللي عندك شارك. في قصة لطيفة أنا كنت بعتها لروني، ما أعرفش هتعرف، مش مهم أنا أقولها أسرع. قصة لطيفة قوي، ما أعرفش سمعتوها ولا لا، أنا كنت أول مرة أسمعها. قصة واحدة ست كانت شريرة وحشة بخيلة قوي، وجات لها مرة واحدة ست عجوزة تطلب منها صدقة يعني وبتاع، زي قصة بطرس البخيل ده. فراحت إيه، كان معاها بصلاية، فراحت مسكت البصلاية ودتها لها. تحكي القصة، طبعا هي قصة رمزية، تحكي القصة إن الست ديت ماتت وراحت للجحيم، نار، بحيرة من النار. فبعدين الملاك الحارس بتاعها عاوز ينجيها، فبيكلم الله. هي بقول لك قصة رمزية، أنا ما، فربنا بيسأله الست دي ما عندهاش حاجة عدلة خالص تنطلعها من النار دي؟ فراح الملك قال له آه، هي فيها في بصلة كانت اديتها لواحدة ست غلبان. قال له خلاص، ربنا قال للملك خد البصلاية دي وروح للست في الجحيم في النار، قول لها امسكي في البصلاية دي وأنا هشدك بالراحة، وأوعي تسيبيها أو أوعى تتقطع منك لحسن هتقع تاني. فالست فرحت، الملاك مسك لها البصلايا، أقول قصة رمزية، وهي ابتدت إيه، مسكت في البصلة والملاك عمال يشدها لغاية ما كانت ألمص هتطلع بر. بقيت اللي في الخطاة بقى اللي في في الجحيم عاوزين يطلعوا معاها، فإيه قالوا نمسك فيها، مسكوا فيها والملاك عمال يشد، وهي كانت طالعة وهم طالعين في رجلها. لكن هي بقى إيه الطبع، إيه رجع لها تاني الوحش، قالت لهم لا البصرة دي بتاعتي أنا 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 بس، وقعدت إيه تزق فيها برجليها، وهي بتزق في رجلها إيه وقعت من البصرة. طبعا قصة رمزية ولكن معناها لطيف. خلاصنا في يد الآخرين، خلاصنا قالوها الآباد في يد الآخرين، على قد ما تحب، على قد ما تدي، على قد ما تشارك، على قد ما خلاصك مضمون. طبعا دي لها أساسات إنجيل المسيح، قال إيه؟ تحب الرب إلهك والثانية مثلها. قال لا، كلمة مثلها، قريبك زي نفسك. يا سلام، محبة الله زي محبة القريب، هي هي. عشان كده بقول لك نعم. ده في العهد القديم. في العهد الجديد المسيح علق وقال إنها والثانية مثلها، تحب قريبك مثل نفسك. عدد كام؟ 9. اثنين خير، اثنان خير من واحد، لأن لهما أجرة لتعبهما. صح. مرة بسأل واحد بهزر معاه كده، بقول له هو ربنا خلق حواء ليه؟ قال عشان تنكد علينا. قلت له لا لا لا. طيب خلق حواء ليه يا منال؟ معين. لا واحد تاني هو شرحه، قال لك دي اللي هتدخلنا الملكوت. يعني هي فين ميري؟ وقعتك بيضة، وليش دعوة بيك أنا. قول يا مارو، أنا قلتها، أنتوا بتنسوا الحمد لله. بطاطا، يعني أنا ممكن أقول الوعظة بتاعة الأسبوع اللي فات أقولها الأسبوع ده ولا حد داريها. طيب ها، قول يا مارو، ليه ربنا خلق حواء؟ هقول لكم على حاجة، هقول أنا استحالة، افهموا الكلام، تستقيم محبتنا لله من غير الآخر. يعني إيه؟ أنا وأنا في حالي كده وأنا بحب ربنا بحب ربنا، طب يجي واحد ينغزني كده هتنرفز واكسر الوصية، خدتوا بالك؟ فالآخر موجود علشان أوصل لمحبة الله. مش ممكن أنا أدعي إني بحب الله وأنا لوحدي،
محبتي لله مش حبان إلا إن بحب الآخر، بحتمله. فكيف تحب الله الذي لا ترى؟ بالضبط كده. ادي عرفتوا خلقة حواء ليه؟ ده أساس في محبتي أنا لله. مصممين؟ لا، حتى لو انحرفت جات الست العذراء رفعتهم كلهم فوق خلاص. اللي قولي لي يا مارو، المسيح أرسل التلاميذ كم واحد؟ اثنين اثنين. اثنين خير من واحد لأن لهما أجرة. طبعا الواحد ايه، تخيل انت بتشتغل وتتعب وبعدين ترجع جايب فلوس، ما فيش حد. لكن لو اثنين بيفرحوا، الفرح لما بيتوزع بيزيد، والحزن لما يتوزع يخس. عشان كده يعني لما يبقى في جناز، لما يجي المعازين كتير الحزن بيقل، والفرح لما واحد يعمل فرح ويجيب الناس، كل ما الناس تيجي. عشان كده احنا نقول كل ما تيجوا بتفرحونا، لما الرحله كلكم جيتوا كلنا فرحنا. ان وقع احدهما يقيمه رفيقه، وويل لمن هو وحده ان وقع اذ ليس ثاني ليقيم. طب والرهبان خدوا المسيح شريك للحياه. يعني كنت بفكر في حاجه، يعني جت في بالي كده، يعني قلت انا ايه، زمان رحت مدرسه ابتدائي وبعدين سبتها، وبعدين رحت اعدادي وسبتها، وجامعه ودخلت الجيش وفي مصر، وبعدين جيت امريكا عشت اكتر من عمري اللي عشته في مصر عشته في امريكا، الدنيا متغيره. وبعدين يعني كان في اب وكان في ام ولا زوجه كانت موجوده، مين المشترك الثابت في كل الدنيا دي؟ المسيح. لما التفت قلت الله، ده انا اعرف المسيح من وانا طفل صغير ولسه معايا، اتغيرت بيا المواقف وتغير بيا الناس، على راي ابي وامي تركاني وبعدين، لكن المسيح موجود، ده اقرب واحد. اثنين خير من واحد. ليه بقول دي؟ عشان تلتفت للي باقي معاك، ما بفكرناش فيها كتير، لكن ده صديق العمر كله. في اباء يسموه شريك الحياه، السباوس يعني. ان وقع احدهما يقيمه له. طبعا الانجيل علمنا دي، احملوا بعضكم اثقال. انا نفسي فدي، نفسي فدي لما اشوف واحد متضايق. يعني اقول لكم على حاجه، عابوا علينا الناس في الرحله دي انهم كانوا اول مره يطلعوا معانا وما حدش سلم عليهم. انا يعني بحملكم كلكم المسؤوليه دي. لما تشوف واحد داخل الكنيسه جديد رحب بيه، سلم عليه، ده عمل حلم. ان وقع احد يقيم الاخر. طيب ان اتجع، احنا فين؟ ان اتجع اثنان خلاص. نقراها بقى فين؟ إن اتجع اثنان يكون لهما دفء، أما الواحد فكيف يدفع؟ دي العلاقات مش بس الزوجية، علاقات المحبة، لأنه في محبة بتبقى أقوى من محبة حتى النساء. مين قال الكلمة دي؟ الله يفتح عليك. سمعتوا قالت إيه؟ مش هقول لك. علاقة داود بنثان، لما مات نثان داود قال إيه؟ ما أعجب محبتك أعجب من محبة النساء. اختبر محبة، وإحنا بنشوفها دي. طيب نكمل بقى عنه. إن اتجع اثنان يكون لهما دفء، أما واحد فكيف يدفع؟ إن غلب أحد على الواحد يقف مقابله الاثنان، والخيط المثلوس لا ينقطع سريعا. الإنجيل قال إيه؟ إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة. جميلة دي. ولد فقير وحكيم خير من ملك شيخ جاهل الذي لا يعرف أن يحذر بعد. مش مهم الغنى، الحكمة أهم، اللي هي المسيح. لأنه من السجن خرج إلى الملك، والمولود ملكا قد يفتقر. مين ده؟ مين اللي خرج من السجن راح الملك؟ يوسف. مين تاني؟ والمولود ملكا قد يفتقر. طبعا
يمكن هو بيكلم على داود ما كان ورجع وبعد ما بقى في الملك قلبوا عليه، ده حال الدنيا يعني، لا ملك قاعد ولا غنى قاعد ولا حاجة. رأيت كل الأحياء السائرين تحت الشمس مع الولد الثاني الذي يقوم عوضا عنه. بيحكي على مين؟ على داود أبوه اللي هو أول ما جه بعد شاول فرحوا بيه قوي، وبعدين عمل أبشالوم البتاع مش ورا أبشالوم وطردوه بره ومش عدى وادي قدرون باكي وحافي. أدي حال الدنيا بنشوفها النهار، مبارك يركن يجي بتاع الدنيا كده. لا نهاية لكل الشعب، كل الذين كان أمامهم أيضا المتأخرون لا يفرحون به، زي ما بقول يجي الملك يفرحوا به شوية، يجي اللي بعده يفرحوا به، فهذا أيضا باطل وقبض الريح. طيب في حاجة؟ طيب نكمل الأسبوع الجاي، تفضلوا نصلي. الله